Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Hari ini kita memasuki surah yang baru Kita akan membaca surah At-Tahrim Dari ayat 1 sampai ayat 7 Disimak sampai selesai A'udhu <tik> billahi بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لمَ تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير <سؤال>, إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ ازواجا اي يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات Ayram, kum muslimatim, muaminatil, qanitatil taibat.

ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمنون مرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزي takmelushodahulwi Alhamdulillah sekian saja untuk pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf-apabila ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh